السلام عليكم خوتي خواتاتي اللي منضمين لقناه عائله نصائح حليمه. جاتني بزاف 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 ديال الاسئله على الكريم اللي انا عملتها البارح العروسه. عاودت اليوم عملت واحد المقدار باش نوريكم خوتي خواتاتي. الاسئله ديالتكم على الراس وعلى العين، غير تبعوا يعني كيفاش كنصوبوا هذيك الوصفه اللي هي يا هاد الوصفه اللي غادي نقاسم معكم دابا، لا للبشره ولا للشعر. ثقوا بيا الشعر سي ان فري بوتوكس، الشعر لا كيراتين، الشعر كتعطيه واحد القوه، كترد ديك الزغبه ما شاء الله عامله بحال الحرير وكتعطيها الصحه للزغبه. احنا ما كنستعملوش الحوايج اللي هما يعطيوك لابيونس ويعطيوك واحد النظره ومن بعد ترجع عليك بتساقط الشعر، ولا ترجع عليك بالشعر كيولي ناشف وكيف كنقولوا مشعكك. هنايا هاد الوصفه غادي نقسمها معكم وغادي نوريكم الطريقه كيف صايبت هاد القناع اللي هو ديال البشره، وفي نفس الوقت غادي نصوبو معكم على ود غادي نعملو على شعري. خوتي خواتاتي هنايا حاطه لكم غير باش نقول لكم الشامبوان اللي انا كنستعملو، اقسم لكم بالله ماشي الاشهار، الشامبوان اللي انا كنستعملو ولقيت عليه واحد النتيجه ما نقولش لكم. حاجه وحده انا كناخذو من اوشو، حاجه وحده وهو ما كنلقاش في البلايص فين كيحطوا لي شامبوان، كنلقاه في واحد البلاصه بوحدو. هنا خوتي خواتاتي هذا لا كريم ديالو ديال الذات، هذا امريكاني، لا كريم ديالو ديال الذات، ولا الديميلون ديالو ولا الشامبوان ديالو، راه يعني خذوه عينكم مغمضين. هذا وهذا كنضمنوا لكم، هذا الديميلون من نهار اللي وليت كنعمل هذا ما بقيتش كنحتاج لهذا، وليت كنعمل هذا. غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنعمل هذا، تابعوني وبقاو معايا وهكذا غتعرفوا الطريقه كيفاش كنعمل لهاد الكريم اللي هو يا العروسه ما شاء الله عليها كيفاش ولات، وفي نفس الوقت الطريقه كيفاش غنستعملوا الشعر ديالنا. هنا خوتي خواتاتي كناخذوا واحد الكاس ديال الروز، ما فيش الملحه، كاس ديال الروز، يعني انا كنقول كاس ديال الروز بالنسبه الى كنتو بحالي انايا كنبغي نعمل على حساب شهر باش يبقى ليا شهر في الثلاجه. الى كنتو بغيتو تعملوا غير على حساب داك النهار غادي تعملوا غير نص كاس، يعني مثلا هاد الكاس هذا كنضيف ليه انايا ثلاثه الكيسان ديال الماء، هذا كنضيف ليه ثلاثه الكيسان ديال الماء فواحد الكاسرونه اللي هي كتكون هكذا، كتكون يعني كاسرونه ما تكونش واسعه، كتكون شويه مجموعه باش داك الروز يطيب لينا. يعني كنعملوا كاس ديال الروز، كنعملوا ثلاثه الكيسان ديال الماء، الا عملتي نصو غتعملي كاس ديال الروز، يعني نص كاس ديال الروز وغتعملي جوج كيسان ديال الماء. الكاس اللي انتيا في المثل غدا تعمليه غدا تعملي نفس المقدار ديال الروز، غدا تدوبليه على ثلاثه المرات ديال الماء، وغادي نعملوه في الماء بارد في الكاسرونه وغادي نردوه فوق البوطه. ملي غادي نردوه فوق البوطه فوالا مثلا هكذا، غادي نزيدو عليه جوج كيسان ديال الماء كبار اللي عندي انايا، وغادي نردو فوق البوطه يسخن، غادي نردو فوق البوطه يعني نبقى واقفه على العافيه حتى تبدا كتغلي. ملي تبدا العافيه كتغلي غادي نقص البوطه وغادي ننفس عليه واحد شويه وغادي نخليه يطيب على مهلو، يطيب حتى كتمشي لداك الروز كتلقيه بحال ولا بحال الزبده، والماء اللي عملنا فيه غادي داك الروز يشربو وغادي نخليه منه واحد شويه.
الا نشف ليك معليش انا غادي نوريك الطريقه اختي العزيزه اخي العزيز كيفاش الا داك الروز نشف ليك على ود حنا الهدف ديالنا وهو يطيب يولي بحال الزبده. هنايا غادي ندوزو للطريقه الثانيه. غادي نحتاجو اختي العزيزه الحليب ديال الكوك، ها هو هي، ولا ما كانش عندك الحليب كامل الدسم، حليب كامل الدسم ما فيش الملحه. غادي نحتاجو هنايا دابا انا هادو غير كنصحكم بهم، دابا حنا كنتكلمو على القناع البشره والشعر في نفس الوقت. على ود هنا اشنو عندنا؟ هنا عندنا جوج ديال الحوايج سحريين، عندنا غوز وعندنا الحليب ديال الكوك ولا الحليب كامل الدسم. غادي ملي نسلقوهم نسلقو غوز غادي نعملوه في الميكسور، الميكسور ديالي انا داتو السيده، غادي نعملوه في الميكسور وغادي نخويو عليه الحليب ديال الكوك. راه موجود خوتي خواتاتي فيه واحد الماده عجيبه للشعر، ما كنتكلمش على الزيت ديال مثلا ها هي يا فوالا، ما كنتكلمش على الزيت ديال الكوك، كنتكلم على الحليب ديال الكوك. غادي نزيدو الحليب ديال الكوك مع الغوز ديالنا في الميكسور وغادي نطحنوه، وتعاوني الميكسور ديالك الا شتي داكشي ما بغاش يتطحن. غادا تزيدي تدريجيا الحليب اللي هو موجود عندك ما فيش الملحه، غادا تزيدي تدريجيا حتى غادي تشوفي الخلاط لاكريم ولات بحال هكا، لاكريم ولات بحال هكذا. هنايا ما محتاجين نزيدو ما نزيدو والو، هنايا هنا عندك الحليب ديال الكوك اللي هويا فيه الماده الدسمه الترطيب ديال الشعر، وعندنا الروز اللي المنافع ديالو لا تعد ولا تحصى للشعر. لهذا انا كناخذ ديما الشامبوان ديال الروز، ولا كناخذ هذا الشامبوان هذا اللي هو معروف والديميلون ديالو ولا كريم ديالتو ديال الذات وكذلك. ها نتوما ها لاكريم ديالو ديال الذات غنيه بلا فيتامين او فوالا، يعني البشره الذات هذه ميريكانيه، يعني ميريكانيه ها نتوما كتشوفوا غنيه بلا فيتامين او، هذه على البشره ديالتنا على الذات ديالتنا كتصلح يعني كترطب وكتغدي البشره والذات. هنا خوتي خواتاتي كيف قلنا طحنا الروز ديالنا مع الحليب ديال الكوك، طحناه مزيان وكنطحنو وكنحبسو، كنطحنو وكنحبسو وكنساعدو الميكسور روبو، كنساعدوه باش داكشي اللي ما وصلش ليه ملي كنزعزعوه كيجمع داكشي اللي هو في الجناب وكيطحنو. ما نقولش لكم على هادي. دابا هادي مثلا خوتي خواتاتي البشره راني عملتها انا انتوكا والله القسم، عندك هادي وعندك ديال زريعة الكتان انا كيخليوني حاله فمي في البشره ديالتي ولو مع التقدم في السن، فما بالكم خوتي خواتاتي الشابات والشباب الا عملتوا هاد لاكريم كي غادي توليو. دابا غادي ندوزو طريقه كيفاش نوريكم كيفاش نعملوه شامبوان على الشعر ديالنا. هنا اختي العزيزه غادي تحتاجي لواحد الحك هكا عنده الغطاء ديالو، ما تستعمليش الجاج الله يخليك، على ود ملي كنكونوا في الحمام يمكن لينا نزلقو يمكن لينا تزلق لينا شي حاجه من يدينا، ما باغيينش شي حد يتاذى. يعني انا كناخذ هذا الحكاك ديال الميكا، غادي نقول لكم المقادير اللي غادي نعمل بالنسبه للشعر ديالي انايا. ها نتوما خوتي خواتاتي عملت بالنسبه للشعر ديالي وخليت واحد شويه للبشره ديالتي اللي ان شاء الله غادي نقسمها معكم. اذا ملي كنعملوه هنايا اشنو كنعملو خوتي خواتاتي؟ كنعملو الشامبوان ديالنا، الشامبوان كنزيدوه هنايا الا كان عندك شعرك طويل، والشامبوان فضلا وليس امرا عملوه غير مره وحده ما نعملوش الشامبوان جوج ديال المرات. هنايا اختي العزيزه غادي نخرجوا المعلقه
وهاد المعلقه اللي غادا تخرج ما غاديش نعملوها هنايا على ود هذا، غادي يمشي للبشره ديالتنا. يعني غادي نوريكم الطريقه كيفاش يمكن لينا نخلطوا الشامبوان مع مع الروز والحليب ديال الكوك. هنا خوتي خواتاتي كنشدوا هاد الحك هكا غير باش نقول لكم بان هاد المعلقه ما خصهاش تمشي في داك الشويه اللي انتي خليتيه كقناع على البشره ديالتك. كنمشيو هكا، يعني هنا اختي العزيزه كتدخلي للحمام. الطريقه اللي كنعمل انايا كندخل للحمام، كنعمل كنفزق شعري وكنعمل وكنعصرو من الماء وكنعمل هذا على شعري، كنعملو مزيان مزيان، كنعملو على شعري وعلى الطرف ديال شعري وعلى الفوره ديال الطرف، وكنجمعو بواحد البانس، وديك الساعه كنبدا ندوش ولا كنبدا نحك ولا كنبدا ملي كندوش وكنحك وكنسالي. هنايا عندك حتى التعطيب ديال الذات في نفس الوقت. غادي تغسلي شعرك من هاد الشامبوان وهاد الماء ديال الروز والحليب ديال الكوك اللي حنا عملناهم هنايا، غادي تغسلي شعرك مزيان، وملي غادي تبداي تشلي يعني غتحكي بصبيعات ديالك الفوره ديال الطراس، والشعر ديالك تقبطي مثلا السلف ديالك تعملي ليه هكا، وملي غتبداي تشلي داك الروز مع الحليب ديال الكوك مع الشامبوان غادي ينزل لك مع الذات ديالك. يعني شلي شعرك مزيان وشلي الذات ديالك، وغادي تلقاي واحد الترطيب اللي انت ما محتاجاش تعملي الترطيب للذات ديالك ملي غادي تنشف. وغادي تفكريني بهاد الطريقه ديال الروز مطحون مع الحليب ديال الكوك ولا الحليب كامل الدسم مع خوتي خواتاتي الشامبوان اللي كننصحكم وكنعاود ننصحكم ما تاخذوش الشامبوان اللي فيه الالوان، خذوا الشامبوان اللي هو ابيض اللون ديالو ابيض. الالوان راها كتزاد من الفوق مواد حفيظه اللي هي كتشوفوا اللون وكتشوفوا مثلا عاملين لكم شامبوان ديال الفريز ولا عاملين لكم ديال الفاني ولا شنو عاملين لكم، وكتمشيو كتبعوا داك اللون وديك الريحه. خذوا الحوايج اللي هما بيضين، مثلا هذا انا بيض، هذا انا كنستعملو البنات من النهار عرفتو خديتو بوحدي ما بقيتش كنتفرق عليه. هذا ملي كنمشي عند اختي الميريكا كنلقاه عندها في الحمام ديالها، كنلقى لاكريم كيف قلت لكم وليت كناخدها، كنلقى لاكريم ديالو راه كتباع في اوشون في كارفور، كنلقى لاكريم ديالو ما بقيتش كنستعمل هذا، وليت كنستعمل الروز الحليب الكوك وكنزيد عليه الشامبوان. ويا سلام يا سلام الشعر ديالي. وبيان سور البنات ما تنساوش العنايه اللي انا كنعطيكم وصفات التساقط الشعر، الفوره ديال الطراس، الطوله ديال الشعر، خصكم تتابعوا وداكشي يكون بنظام وماشي نغفلوا على واحد الحاجه وندوزوا ليها من بعد شهر ونقولوا علاش ما عطاتناش نتيجه. الا بغيتي النتيجه الوصفات الطبيعيه بحال الدواء خصك ديما تبقي متابعاهم وكيعطيوك نتيجه خير من الدواء. وكنعطيكم نصائح، ما تاخذوش الشامبوان اللي فيه الالوان، جال دوش اللي فيه الالوان، هادشي كلشي بعدو منهم. اعملوا اللايك ولا الديسلايك، احبكم في الله والسلام عليكم.